حسبت بيت المروح يا ابو عبيد عذرا. المروح وجهك تهال 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 يا ابو حمد. امشي امشي هب تلفت هب قل ما شاء الله هب قل ما شاء الله هب قل ما شاء الله هب اقول قل ما شاء الله. تحف الوان سدو مجلس شعبي قاعد اسلحه حركات. قل ما شاء الله يا رجل هب هب وجهك. كل هذه من الفيني. الفينك شريت به الربابه. ايه اجل شلون لوني مسلفك عشرة؟ وش تبي تسوي؟ تبني قصر؟ قصر يفضخ راسك. هب هب قل ما شاء الله هب. ولا شفت اللي داخل؟ الداخل اشوفه. تعال يا رجل خلنا نشوف. تعال قول فيس خلنا نشوف الداخل. اركض خلنا حس عليك. اسلم منين جبت هذا كله؟ هذا يا طويل العمر ابحثي عليك. تفضل واسمع. سم هذا من الصين. ايوه ايه وش سويت بالصين؟ سويت بالصين تعرفت على شنق يونغ. شنق وشو شنقه؟ شنق يونغ. ايه شو هو اللي جاب لي هالثلاث كله. شنق؟ اه ايوه. وشلون شلون تعقدت وشلون سافرت شلون؟ رحت بش اسمه بالباص. اسلم هي وجبت ثلاثات. جبت ثلاثات ذا كله من الصين. هي اجل منين؟ وشنق بونغ شنق يونغ. انا ابو بليسك ما تبطل تسذب. ليه؟ انا ابو بليسك عشرة ذا العمر كلها وتكذب علي. انا ماشي وراك انا لين وصلت للاثاث المستعمل في الحراج وضفيت هذا كله في ونيتك وجيت مصطبه فيه. جالي ما حنا اخويا انا وياك. الا يا بعد هي يعني ما يط. لا بس ليه تبي احد؟ لا انا طالبك. ترى نقول راح معي ابو حمد للصين. الا الا تروح معي للصين؟ الا رحنا انا وياك. وين؟ للصين. من هو يمه؟ انا شنق بنق. ابعد حي. وشريناه وشريناه. ما تجيب بوسه. ابعد حي هالوجه. يا حليلك يا ابو عبيد. اي والله يا حليلك يا ابو عبيد. اي والله. وش رايك بالبرود؟ والله جوه. وش اسم هذي؟ هذي قبسوت. تبي نقبس بوجهك؟ وهذي وشو له الرباب؟ هذي اليمن جيتك الطنخة. هي تطنخ راسي. اه جينية. وذا اللي باقي له شوي ويصير سينما. هذا جايبه يجيب اخبار الاولى. وهذا انت يومك صغير؟ ذا اللي فوق الرادو؟ هذا انت يوم انت كبير. والله يا والله يا ابو عبيد انك حركة. بس هالرادو يا بلشتبو وش بيه؟ يجيب برامج امس. لا يا شيخ. طيب شغله قبل امس. خلنا بروح اشوف اللي جوا. تعال تعال تعال. اصبر اصبر اصبر. خلنا نروح اشوف اللي جوا. دقيقه خلنا نروح اشوف اللي جوا. دقيقه خلنا نروح اشوف اللي جوا. تغشن يا حريم. يا ولد تغشن يا ولد. ابو حمد جاكم.